السلام عليكم. النهاردة هنحكي قصة حياة الفنان الكوميديان الجميل محمود شكوكو وسر خلافه مع الفنان يوسف وهبي. تخيلوا يا جماعة ان محمود شكوكو ما جمعوش اي عمل فني سواء في المسرح او في السينما مع يوسف وهبي، وكان ما بينهم عداء شديد بسبب ان محمود شكوكو اتجوز طليقة يوسف وهبي. هنحكي لكم الحكاية وكل التفاصيل وكل أسرار الفنان الجميل محمود شكوكو، بس كل ما عليكم تتابعوا معايا وتكملوا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا أصل الحكاية. محمود إبراهيم إسماعيل موسى اتولد 1 مايو سنة 1912 في حي الجمالية بالقاهرة. وعلى فكرة يا جماعة اسم شكوكو ده ليه قصة جميلة جدا. جد محمود شكوكو كان بيحب الديك الرومي، وكان مربي عنده في البيت ديك اسمه شكوكو. ولما ربنا كرم ابنه إبراهيم بولد قال له هسميه شكوكو. قال له ما ينفعش يا بس سميه شكوكو، احنا هنسميه محمود. قال له هو هسميه شكوكو يعني شكوكو. فعلشان إبراهيم إيراده أبوه الحاج إسماعيل قال خلاص أنا هسميه اسم مركب، يبقى محمود شكوكو إبراهيم إسماعيل موسى. والد محمود شكوكو كان نجار، وجده برضه كان نجار، وكان عندهم ورشة نجارة، وتعلم في البداية النجارة وما كانش دخل مدارس أصلا ولا كان بيعرف يقرأ ولا يكتب. وفي بداية حياته أبوه كان جاسي عليه عشان يعلمه الشغلانة، لما سجل الشغلانة وحتى بعد ما بقى فنان كان عنده ورشة نجارة وشغال في النجارة برضه. بدأ محمود شكوكو وهو عنده 15 سنة دخل في دماغه الطرب والغنى، عايز يبقى مطرب، وكان بيردد أغاني محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المنطلب، ولكن كان هيئته وشكله ما يأهلوش ان هو يبقى مطرب. فكان بيروح يغني في الافراح، وكان بيغني مونولوجات وبيضحك الناس، وكان دمه خفيف وظريف جدا جدا. واثناء ما هو كان بيغني في الافراح عتر فيه الفنان الكبير علي الكسار، وطلب منه ان هو يغني معاه في الفرقه بتاعت علي الكسار في فواصل المسرحيات اللي بيعملها علي الكسار. ومن هنا بدأ محمود شكوكو في أغاني المونولوج، بدأ إن هو يغني مونولوجات ويقول نكت ويضحك بطريقة فكوهية أثناء فواصل المسرحيات مع مين؟ مع علي الكسار. وبعد كده دخل مجال السينما في فيلم بحبح في بغداد مع فوزي الجزائري. ولكن قبل كده يا جماعة هقول لكم قصة طريفة جدا عن محمود شكوكو. كان في حفلة لنادي الزمالك في حديقة النادي، ودعوا محمود شكوكو ان هو يغني في اثناء الحفلة دي. ولما طلع وقال مونولوج اعجب الجمهور جدا، والكل هتف باسمه عايزين محمود شكوكو عايزين محمود شكوكو. وبعد كده كان في اصلا مطرب هيغني بعده، فاجى المذيع قال لهم طب انا هجيب لكم شكوكو بعد المطرب ما يخلص الاغنيه بتاعته ديت، وانا هرجع لكم محمود شكوكو تاني. وبالفعل بعد ما خلص المطرب الاغنيه بتاعته والنمره بتاعته الجمهور ما نسيش، وفضل يهتف ويقول عايزين شكوكو عايزين شكوكو. وده كانت اول مره تحصل في التاريخ ان الجمهور يعجب بشخص كده وينادى عليه ويتمسك به ان هو يغني في الإذاعة. وبدأ شهرة محمود شكوكو من هنا في عالم الفن والكوميديا والسينما. هنا محمود شكوكو ورغم كده ان هو كان فنان وبيمثل، بس منسيش مهنة والده، وعمل ورشة لنفسه مستقلة بنفسه، وكان اي قرش بيكسبه من الفن او بيكسبه من النجارة كان بيديه لوالده ان هو يصرف على اخواته ويصرف على بيته. ولكن والده كان هنا حريص جدا ان فلوس محمود شكوكو تبقى لمحمود شكوكو مش لحد تاني. وفي سنة من السنين ابو محمود شكوكو قال له تعالى انا عندي ليك مفاجأة. فقال له ايه يا والدي؟ قال له تعالى معايا. فراح معاه فلقى ابو محمود شكوكو شاريله عمارة كاملة. فهنا قال محمود شكوكو اشتغلنا في الجد، مش كنا لاقيين تمن السيجارة
واشتغلنا في الهلس بنينا عمارة. يقال ان هو قال كده. ومن تمكن محمود شكوكو في مهنته سواء في النجارة او في الفن، كترت الفلوس معاه وبقى ثري وعنده فلوس كتير، لدرجة ان هو اشترى عربية انجليزي ما كانش بيركبها الا عين الاعيان والاسرة الملكية في مصر. حصل عليه هجوم جامد جدا بسبب العربية اللي اشتراها دي. ازاي مشخصاتي يركب عربية بيركبها الاسرة الملكة والامراء والاميرات؟ ما ينفعش ان ده يحصل. واجبره محمود شكوكو ان هو يبيع العربية بامر من السرايا. وبالحتة دي خلت صيت محمود شكوكو لمع اكتر واكتر. الحتة بجد الجميلة والاجمل قصة الحب اللي عاشها محمود شكوكو من عائشة هانم فهمي، وكانت طبعا مقربة للسرايا ومن الامارات، وكانت مرات يوسف بيه وهبي، وكان بينها وبين محمود شكوكو قصة حب طويلة وعريضة. ويقال برضك ان هما اتجوزوا، ولكن هنا يوسف وهبي دخلت جواه الغيرة والحقد. ازاي مراتي تتجوز واحد تاني غيري ومن نفس المجال اللي انا بشتغل فيه؟ ومين محمود شكوكو الكوميديان المشخصاتي؟ المهم يوسف وهبي فضل ورا محمود شكوكو لحد برضك ما طلق عائشة هانم فهمي. طبعا عائشة هانم فهمي دي اللي لها قصر في الزمالك لحد الان وباسمها، وطلقها محمود شكوكو. بقى محمود شكوكو يا جماعة كان امي لا بيعرف يقرأ ولا بيكتب، بس علم نفسه الجراية والكتابة بنفسه. كان بيعدي على المحلات والمتاجر ويبص على اليافطات اللي متعلقة، ويطلب من الناس ان هم يجروا له اليافطات دي باسماء ايه، وكان يصور في ذهنه الصورة بتاعت الاسم بتاع اليافطة، لحد ما بدأ يكرر الكلام وبدأ يعرف ان ده حرف ايه وده حرف ايه، يعني دي الالف ودي الباء ودي التاء ودي الثاء. وكان بيشتري مجلات ويجيب الناس تجرها له ويبدأ يحفظ الكلام اللي في المجلات. لما بدأ محمود شكوكو يقرأ ويكتب من غير ما يدخل اي مدرسة، يعني انسان عصامي علم نفسه الجراية والكتابة بنفسه. ومحمود شكوكو يا جماعة اتجوز في حياته 4 مرات، بس الجوازات الرسمية واللي معترف بيها 3 مرات. المرة الاولانية طبعا من عائشة هانم فهمي اللي هي كانت مرات يوسف بيه وهبي، وبعد كده اتجوز من ام ابنه سلطان، وبعد كده اتجوز واحدة من وراء اهلها وغصب عن اهلها، وفضل عايش معها فترة جامدة. والست دي يا جماعة اجالها تعب ومرض شديد، لف بيها محمود شكوكو على الدكاترة وعلى الحكمة وعلى المشايخ كمان، لحد ما ربنا افتكرها وماتت. فأهلها هنا حسوا ان محمود شكوكو راجل طيب وصادق، وكان صاين بنتهم، وكانوا واخدين عنه فكرة مش كويسة، فصمموا ان هو يتجوز اخت مراته الصغيرة علشان ان هم يكفروا عن ذنبهم وان هم ظلموه وافتكروا ان هو انسان مش كويس. وبالفعل اتجوز اخت مراته الصغيرة. محمود شكوكو عمل عدة افلام كتير، طبعا من اهم الافلام وبداية افلامه فيلم بحبح في بغداد، وده كان اول افلامه سنة 1942، ومن اجمل افلامه فيلم عنتر ولبلب سنة 1952، وده كان من بطولة محمود شكوكو، وعلى ما اعتقد دي البطولة الوحيدة اللي عملها محمود شكوكو. وبعد كده عمل ثنائي ولا اروع مع اسماعيل ياسين، وعملوا افلام كتير مع بعض، وكان اخر افلامه فيلم شلة الانس سنة 1976. محمود شكوكو حيا فن الاراجوز من جديد، واول فنان يتصنع له دمية بشخصيته وباسمه، سموها شكوكو، وكان عليها مبيعات كبيرة جدا. كان في واحد نحت موميا بشكل محمود شكوكو وبحها في الأسواق، ولجأ عليها إقبال شديد جدا. وبعد كده محمود شكوكو رجع فن العرايس من جديد، وعمل هو بنفسه العرايس التماثيل اللي كان بيعمل بها المسرحيات في ورشة النجارة بتاعته. ولكن رحلة محمود شكوكو الأخيرة وفي آخرة أيامه كانت في مأساة ما بعدها مأساة.
محمود شكوكه في آخر أيامه تعب بتعب شديد جدا، وبدأ يستنزف كل فلوسه لحد ما هو دخل مستشفى المجاولين العرب في الجبل الأخضر، وخلصت كل فلوسه على علاجه. فخبوا عليه ان هو خلص فلوسه والدولة تدخلت وكمل بقية علاجه على نفقة الدولة، وهو ما يعرفش. وكان دايما بيتكلم في الجرايد ويطلب من زمايله ان هم يزوروه علشان يرفعوا من روحه المعنوية، وقال لهم انا مش عايز حاجة من حد، على فكرة انا غني ومعايا فلوس كتير وعندي مئات الفلوس. وما يعرفش ان كل ثروته راحت بسبب علاج مراته التانية اللي كان عندها مرض شديد ولف بها للدكاترة، وبسبب مرضه الشديد مكث في المستشفى حوالي عن 7 شهور، استنفذت كل امواله. ورحل محمود شكوكو عن عالمنا 1 فبراير سنة 1985 عن عمر 72 سنة. ناخد هنا عظة وعبرة من القصة دي: مهما اغتنيت، مهما كنت في قدر كبير من الغنى وما عملتش حساب لبكرة وللأيام اللي جاية وفضلت تبعزك فلوسك شمال ويمين، هتندم عليهم بعد كده. ونتعلم برضك من القصة ديت ان اللي عنده هدف وبيحاول يحججه لازم ان يتعب علشان يوصله. وهنا العبرة في قصة محمود شكوكو ان هو من نجار موبيليا بقى فنان كوميديان واشهر كوميديان في مصر في الفترة دي، ورغم ان هو ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب، مع اصراره وعزيمته علم نفسه بنفسه الجراية والكتابة. هي دي كانت قصتنا وحكايتنا النهاردة، قصة وحكاية الفنان الجميل محمود شكوكو، الله يرحمه. كان فنان جميل واسعدنا باعماله الكوميدية الكتير. لو عجبكم الفيديو لا تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل ما هو جديد ومفيد. شوفوا الشكوى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.